اسابيع ولا من 10 سنين، السبت والحد اللي فات ده على طول قال ايه عن دور لجنه التخطيط داخل النادي الاهلي. الفريق الاول يعني احنا كلنا مجندين بما فيهم قطاع الناشئين من كل ما في النادي من مجلس الاداره للفريق الاول، فنحن كلنا ورا الفريق الاول، كلنا مساندين وكلنا مساعدين وكلنا هنشتغل للفريق الاول، ليس تدخل من الجهاز او من اللجنه، ولكن احنا ستاند باي. انت محتاج نصيحه تسالني هقول لك اعمل كذا، انت محتاج تدعيم لاي مركز هتسالني هقول لك في عندك كذا، انا شايف انت محتاج ايه، لكن مش حاجه اقول للجهاز اعمل كذا، مش شغلي انا كرئيس لجنه، مش شغل اللجنه، لا احنا هنحترم الجهاز الفني اللي موجود وواثقين في قدراته، واثقين في مدير الكوره اللي موجود كابتن السيد عبد الحفيظ، احنا هنستمع وموجودين ستاند باي، يا جماعه احنا عندنا مشكله كذا، احنا جاهزين في كل الحلول، احنا جاهزين، وبالتالي شغل مكثف في الفريق من المدرسه للبراعم للاكاديميه لكل شيء باسلوب علمي وستاند باي تحت امر الفريق الاول في تحقيق كل ما هو يطلبه وكل الدعم المطلوب لحل اي مشكله او للتعاقد مع اي لاعب في اي مركز، لابد ان احنا نكون جاهزين. يعني انا مش هقدر اتكلم بعد الكلام اللي حضراتكم سمعتوه. لو حضراتكم سمعتوا الكلام ده كويس، للناس اللي ما اتفرجتش على حلقه الكابتن محسن صالح انا بدعو الناس كلها تتفرج على هذه الحلقه، لان قال فيها كلام مهم جدا الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط، قال فيها كلام مهم جدا، كلام واضح وصريح لاي حد عايز يفهم، واضح وصريح لاي حد عايز يفهم. انا قال لك انا مش حاجه اقول للجهاز الفني اعمل ايه، لكن انا ستاند باي في اي وقت هو محتاج حاجه، عنده مشكله ممكن ما يبقاش عنده مشكله. ده كلام الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط اللي قاله يوم السبت والحد اللي فات في برنامج سهره مع على الهواء مباشره امام الملايين اللي بيتفرجوا على برنامج سهره مع. انا بس حبيت اجيب لحضراتكم حاجات بسيطه جدا فيما يخص هذا الموضوع علشان تبقوا عارفين ان الاشاعات اللي بتتقال دي ما هي الا مجرد اشاعات.